أما هلأ نور فأكيد نحن ضمن طبعا مكملين حالة المنخفض وحالة الطقس، وأكيد رح نعرف تفاصيل أكثر عن المنخفض الجوي، هل انحسر، هل في موجات قادمة أيضا، وتفاصيل أكثر رح يكون ضمن الاتصال الهاتفي مع ضيفنا المتنبئ الجوي حسان الجردي. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يا هلا. يسعد صباحك يا ميت، اهلا وسهلا. اهلا. بالبدايه خلينا نحكي عن حاله الطقس اليوم وكيف رح يكون المنخفض وكيف رح يكون مستمر خلال الايام القادمه. هلا بدايه صباح الخير من جديد لكم، صباح البياض، صباح الثلج، صباح الجبال السوريه الشامخه اللي ارتدت ثوبها الابيض ليله امبارح بعد ما دخلنا بذروه هذا المنخفض. الحمد لله كانت الهطولات الثلجيه عامه بالمناطق اللي ذكرناها، وهطولات ثلجية كانت غير تراكمية، وامتد الهطل الثلجي إلى مناطق الداخلية وإلى العاصمة دمشق، وكان هناك هطل ثلجي غير تراكمي خلال ساعات الصباح ومستمر لهلأ. قشرة رقيقة من الثلج فوق السيارات والأسطح والمباني، هيدي الطبقة غير قابلة للقياس، وبمناطق تانية على ارتفاع 700 متر كان الهطل الثلجي تراكمي نتيجة الموقع الجغرافي والعامل المحلي وشدة الهطل الثلجي اللي بهيدي المناطق، مثل مثال المنطقة الشمالية المرتفعات الساحلية، بالإضافة إلى مناطق كان ارتفاعاتها عالية بلغ الهطل الثلجي تقريبا فيها 1 متر بمنطقة حضار، بالسويداء كان 20 سنتيمتر، بالقنيطرة 22 سنتيمتر، بعرني 50 سنتيمتر، بحيني 15 سنتيمتر، بسرغايا 55 سنتيمتر. المرتفعات الساحلية تجاوزت ال 75 سنتيمتر، بمدينة طرطوس بريف طرطوس مرتفعات طرطوس بالقدموس 20 سنتيمتر، عين تليمي 16 سنتيمتر، في جليد 10، برمانة المشايخ 10، بدرعم محافظة ترعا كان الهطل فيها بنوى 5 سنتيمتر تلج، وبمركز مدينة درعا 1 سنتيمتر. هلا مستمر معنا. الهطولات المطرية كانت متميزة أيضا، أكبر كمية هطول كانت بمحافظة اللاذقية وادي قنديلي 77 مليمتر، وبمحافظة طرطوس كانت بصافيتها 57 مليمتر. الهطولات كانت عامة وشاملة، عطينا نحن بعض المحطات على سبيل المثال للحصر، بالإضافة لأنه نحن مستمر معنا الوضع ضمن ذروة هيدا المنخفض حتى ساعات ظهر هذا اليوم، بعدين بتخف الفاعلية وببلش المنخفض تضعف فاعليته وينحسر عنا. بتضل الأجواء في احتمال لهطولات ثلجية بالمرتفعات، بالليل بتصير على 900 وما فوق، أما المرتفعات الأقل من ذلك احتماليتها أقل. بعدين بترتفع الحرارات بتنخفض، في نشاط بسرعة الرياح بالجنوبية وبالوسطى، ممكن سرعة الهبات تصل ل 60 كيلومتر بالساعة. من بكرة بتبلش الكتلة الهوائية هيدي القطبية شديدة البرودة بالانحسار عن المنطقة بشكل تدريجي، وبتكون الأجواء غائمة جزئيا مع فرص للتشمس وانقشاعات في السماء للغيوم، بالإضافة إلى فرصة لهطل ثلجي بالمناطق اللي بتكون على 1100 وما فوق بنهايات هيدا المنخفض مثل منطقة الجزيرة وبالمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى زخات مطرية بالساحل السوري والمرتفعات الساحلية. نعم. الاستقرار ببلش من نهار السبت، وارتفاع تدريجي بالحرارة بيكون سبت وأحد واثنين خلال ساعات النهار، وأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل بالمناطق الجبلية وبالمناطق الداخلية مختلف المناطق، راح يكون عندنا أجواء صقيعية واحتمال لتشكل الجليد والضباب خلال ساعات الصباح الباكر. تفضلي. نعم، شكرا لك استاذ حسان الجردي المتنبئ الجوي على هي الجولة السريعة اللي اعطيتنا اياها لمعرفة اخر اخبار الطقس. شكرا كثير لك.